تارة الخوخ والتفاح. كل ما تحتاجه منك هذه الوصفة 30 دقيقة للتحضير، واخبزها في 45 دقيقة. المكونات: نصف كوب شوفان، ربع كوب سكر بني، ملعقة أو ملعقتين صغيرتين قرفة مطحونة، ملعقتين طعام من الزبدة الذائبة، ربع كوب سكر حبيبات، عجينة التارت الجاهزة، ربع كوب اللبن المخفوق، ربع ملعقة صغيرة من الملح، ثلث كوب سمن نباتي، 4 ملاعق طعام ماء، ثلث كوب طحين، كوب وربع من الطحين، وملعقتا طعام من الطحين، 6 حبات متوسطة ومقشرة من الخوخ مقطعة لشرائح رقيقة. التحضير: حشوة الخوخ المفتتة. حضر عجينة حلويات على سطح مرشوش بقليل من الطحين. افرد كرة العجين بيدك. مد العجينة من المنتصف إلى الحواف لتشكيل دائرة قطرها حوالي 30 سنتيمتر. لنقل العجينة لفها حول الشوبك وابسط العجينة في قالب الكعك، قالب الجاتو، مع قعر قابل للإزالة. احرص على عدم تمدد العجينة، واضغط العجينة لتملأ وتغطي كل حواف وقعر القالب، ثم قلم حواف العجينة واحذر من تمزقها. سخن الفرن إلى درجة 190 للطبقة العلوية المفتتة، وفي زبدية صغيرة اخلط كل من الشوفان مع ثلث كوب طحين والسكر البني ونصف ملعقة من القرفة، وحرك الزبدة الذائبة مع الخليط ودعه جانبا. للحشوة في زبدية كبيرة اخلط كل من ملعقتي الطحين مع سكر حبيبات وملعقة من القرفة، واضف 6 أكواب من الخوخ واللبن، واخلط حتى تتغلف قطع الفاكهة جيدا بالخليط. انشر الحشوة بالتساوي على سطح عجينة الحلويات بالقالب، وغطها بالطبقة العلوية المفتتة. اخبز الصينية لمدة 45 إلى 50 دقيقة حتى تظهر فقاعات بمنتصف الحشوة داخل القالب. من أجل حماية التارت من زيادة الإحمرار، قم بتغطية الفطيرة بألمنيوم خلال آخر 10 دقائق من الخبز. تقدم دافئة أو مبردة بدرجة حرارة الغرفة، وقم بتزيين سطحها حسب الرغبة. المعلومات الغذائية: السعرات الحرارية 259 كالوري، الصوديوم 93 ميلي جرام، الألياف الغذائية 3 جرامات، البروتين 4 جرامات، الدهون المشبعة 3 جرامات، الدهون الكلية 10 جرامات، الكوليسترول 7 ميلي جرامات، السكريات 11 جراما. على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الجلوتين أو التحسس لمنتجات الألبان الانتباه لاحتواء هذه الوجبة على الجلوتين ومنتجات الحليب. لا تشكل هذه الوجبة ضررا للأشخاص السكريين. يمكنك استبدال الخوخ بالتفاح أو أي نوع فاكهة تحبها.